لله مراكش الحمراء من بلد، وحبذا أهلها السادات من سكن. إن حلها نازح الأوطان مغترب، أسلوه بالأنس عن حزن وعن وطن. بين السماع بها أو العيان لها، نشأ التحاسد بين العين والأذن. الحومة القديمة حومة الرجال وانسى الخيار. الحومة القديمة حومة الناس الشعبيين البرار. هذه حومة اشتهرت بعلمائها، هذه حومة تكلموا عليها الفقهاء لها، وهذه حومة دعصتها بالفنانين اللي برزوا فيها. الحومة القديمة ذكريات وعبر ومعاني مع أنس الملحوم. ثم صباحنا أعزائي المستمعين في لقاء إذاعي جديد من برنامجكم الأسبوعي، برنامج الحومة القديمة. برنامج الحومة القديمة في خلال هذا البرمجة ديال هذا الفصل، وخلال هذا البرمجة الجديدة لإذاعتكم الوفية دوما إذاعة مراكش، كما رأينا ذلك في حلقات سابقة للبرنامج. البرنامج يحط الرحال مع عدد غير يسير من الحلف وصنائع اللي ارتبطت بالحومات ديال مدينة مراكش. نتحدث حول تاريخ الحرفة، نتحدث حول أناسها، نتحدث حول مخرجاتها. وإلى تذكرتوا أعزائي المستمعين، كانت للبرنامج منذ أسابيع ومنذ شهور وقفة مع واحد التوطئة كانت مهمة للعمل اللي قام به الأستاذ المحضر، اللي وثق واحد مجموعة كبيرة من الحرف والصنائع بالمدينة وخارج المدينة على مستوى الجهات. ثم البرنامج ولج للحرفة أو المجال ديال تفرنت، ومن بعد تفرنت ولجنا لتدبغت مع طلبت. اليوم أعزائي المستمعين، وكما أشرنا إلى ذلك في حلقة الأسبوع اللي أمضى، نحط اليوم الرحال مع حرفة جديدة وهي قريبة لتدبغت مع طلبت، على أساس أنهم تشتغلوا قراب جنبا إلى جنب، وكذلك بعض مخرجات ديال تدبغت تستعمل بالأساس. تنتحدث على مادة الجلد تستعمل في الحرفة اللي كان اقترحوا على مسامعكم صباحة هذا اليوم. نحط الرحال مع تفخرت. تفخرت هي حرفة وصنعة اللي كتعتمد بالأساس على مادة أخرى غير مادة الجلد، هي بالأساس مادة الطين ومادة الفخار. اليوم عادين تخفوا أعزائي المستمعين عند هذا الحرفة ارتباطها بحومات مدينة مراكش، بعض الأصول ديالها، الأماكن اللي كانت فيها هذه الحرفة في مدينة مراكش، الوضع الاجتماعي للممتهين لحرفة تفخرت داخل المجتمع المراكشي، طريقة الاشتغال على الطين، وكذلك مختلف المخرجات المتنوعة لحرفة تفخرت، وبعض الأمثال الشعبية اللي ارتبطت بهذا المجال كشفنا في تفرنت وتدبغت. على سبيل المثال فران وقد بحومة، او كشفنا في تدبغت اللي جراتو المعزة في قرون الجبل تتخلصوا في باب الدباغ. وعادي نعرجوا في نهاية هذه الجلسة حول المشاكل الاثار الصحية الجانبية للعمل في هذه الحرفة. الحرفة الان بدأت كتستعمل وخرجت من الفرن التقليدي للفرن الكهربائي، والافق مرتقبة لحرفة تفخت. Oh, my God.
الموضوع سعيد باستضافة السيد بوجمعة قوبانا وهو من الفخارة ديال مدينة مراكش ومن المعلمين اللي تنقولوا المعكرتين الشداد في الفن ديال الدقة المراكشية. عنده أكثر من 60 سنة ديال الخبرة في هذا المجال، وإلى جانبه سي حسن شنشاط واللي ولج المجال ديال تفخرت منذ سنة أو منذ ستينيات القرن اللي مضى. الإخوة الأعزاء مرحبا بكم وأهلا بكم على أثير إذاعة مراكش، وما ننساش أنني نشكر بحرارة سي محسن الزرعي اللي يسر لي سبل التواصل مع سي بوجمعة قوبانا وسي حسن شنشاط، وفي نفس الوقت شكري موصول إلى سي عبد الهادي هبة الصديق العزيز اللي يعني دائما تيكون هو ديك السارية اللي كنلقى فيها الملد ديالي وطاقم البرنامج في التواصل مع شخصيات وكذلك في التواصل مع أناس صناع تقليديين أو ما شابه في المجال ديال المواضيع المختلفة
اللي اقترحها برنامج الحومة القديمة. سي بوجمعة الله يسعد الصباح، مرحبا بك، وقرب لعند الميكرو باش نسمعوا صوتك. نعم سيدي. حيت نتكلموا على تفخرت قلتي لي بان اكثر من 60 سنه، شحال كان العمر ديالك وانت دخلتي لتفخرت سي بوجمعة؟ كنت 16 سنه. حيت ولجتي كي كانت مراكش في ارتباطها بهذا المجال ديال تفخرت، حيت جيتي انت شكون هما اللي يعني كي لقيتي الحوانت، كي لقيتي المعلمين، كي كان الاشتغال، وفينا بلايص كانت تفخرت هنا في مدينه مراكش؟ كانت تفخرت في الموقف. الموقف. انت ولد الموقف. ولد الموقف، تما تزاد تما كبرت. نعم. باقي الان سي بوجمعة باقي دابا في الموقف. نعم نعم. المحلات ديال تفخرت اللي كانت تما، المحلات ما كناش نقولوا مصلحين بحال دروكا. نعم. لا غير الطين. نعم. حتى المحل مقاد بالطين. طوب. طوب الهبيل. طوب الهبيل والسقوفة ديال النخل. نعم. هادشي اللي كاين. لامس المعلمين اللي لقيتي في تفخرت انت في البدو ديالك اللي جيتي ولقيتيهم؟ ذاك العام تبارك الله. نعم. بعض الاسماء سي كان امس الحجي دار. نعم. الله يرحمو. كان قرش الله يرحمو. نعم. كان العربي نص حمق. العربي نص حمق. نص حمق ماشي حمق كامل. لا كان امس السي عباس الحاج عباس الكبيسي. نعم. باقي في الحياة؟ باقي. نعم باقي. كان البوداني. نعم. سيد محمد الحاج بوداني. نعم. اي نعم سيدي. كان عندي واد فيما الحاج، كان الحاج محمد عارف ما تا هو عطا فضل الحق. نعم. اي نعم سيدي. باش كانوا تيتميزوا الحرفه ديالهم، باش كانت تتميز هاد الناس اللي ذكرتي ليا؟ ما حيتوش. نعم في الصناعه ديال اللي هي متعلقه بالطين. العمل. اي العمل، العمل ديالهم. تيخدموا العمل ديال القرمود. نعم. تخدموا لي جور وهاش اللي تخدموا لها مسجي تتزوج كل ما ينخزن. نعم. هو اللي تيشري سيدي بحال الدوماند. تيجي اللامين تاع ياسو اللامين تيقول له شكون كان اللامين اللي جيتي لقيتي انت امين ديال الحلفه؟ اللامين سيدي لقيت على ديك الساعه لقيت البودالي. نعم. هو اللي لقيت. نعم. تيجي المخزن يطلب تيجي اللامين. نعم. بغيت كذا بغينا كذا كذا تما دايمين تفرغ داك الشيء اللي حوانت. نعم. انت تخدم القد تاع القد انت كذا كذا. نعم. هو شي عاود يخدم حتى هو هذاك الشيء جاب يخدم مثلا 100 دايمين تيخدم 200. نعم. حيت يوصل لذاك الشيء اللي بغى راه مزيان مخزن تيجي يدز تيخلص الامين. نعم. الامين الثاني تيفرغ داك الشيء البركه على الناس الناس اللي كان علميت على الصناعه. نعم. حاب انت البركه ديالك البركه ديالك البركه ديالك. نعم. اش اللي كان مطلوب في هذا الوقت؟ حنا تنتكلموا على قبل الاستقلال دروك ياك؟ قبل الاستقلال. قبل الاستقلال اش اللي كان مطلوب؟ مطلوب الياجور. الياجور. ايه. البني. البني. اش كثر الرياضات دابا مراكش كلها ورا بيا بلعب تفخرتني. نعم. لعبت الكلاقه عصب النعاس القصور المواسين. نعم. الحمامية الزاوية الموقفنيت ايه كلهم وفروخ باقي هذوك المحلات ديال والياجور اللي كان ديك الساعة مش هو اللي كان دروك. نعم. لا ديك الساعة الطين. طين حر. طين حر. ما كاين ما فيه تخليطة. لا ما فيهش تخليطة. لا. ايه وهذاك الطين منين كان تيجي؟ منين تجيبوا الطين؟ تجيبوا نعم هو ديسيل. لا لا هذاك ديال الواد ما يخدمش الياجور موسخ. هذاك تيرا بغا يديرو شي حاجة تيديرو شي حاجة قليلة بحال نقول هذاك فيه جوج دكارس هذاك فيه زوج كروسة. نعم. باش يعصي الخيط واحد شوية. نعم. هما الياجور نعتبرو خاصو يكون التراب ديالو بوحدو. لا ومنين تتجيبو منين كنتو تتجيبو الطين؟ تاخذ ديال الضغيات. نعم. تيتشرا تتمشيو تشريوه. تيشريوه. نعم. كان الكاريان بعدا. فين كان بالضبط؟ كان الكاريان
نجهل ما يمكن كريان يكسر. كريان كان دابا فوق من الجولف بواحد 3 كيلومتر. قرب شوية عند الميكرو سيدي حسن. سيدي السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بسي حسن شنشاط، الله يبارك فيك. وشكرا لكم على هذه الالتفاتة اللي باش تعاودوا تفقدونا تفقدونا. أيه الحمد لله. أيه الصناعة التقليدي. نعم. إن الصناعة التقليدي لا إداء. نعم. ما كاينش. نعم. والإداء هي اللي غادي توفق إن شاء الله، تنطلبوا الله الله يوفقكم، وهي اللي غادي توفقنا حنا باش نشدوا بدينا باش الله نزيدوا له قدام إن شاء الله. أكيد شي تيكمل شي، شي تيكمل شي سي حسن، باش يكون واحد النور شوية نشوفوه بعينينا على الصناعة التقليدية. إن بدينا تنقارضوا وتتقارض الصناعة التقليدية للأسف الشديد. نعم. ومع الأسف اللي قال دروكا اللي قلتي فين كان المعدن، كان المعدن في طريق سيدي عبد الله غيا تيبعد على الجولف واحد 5 كيلومتر. دابا تبنات فوق في مدينه، كان كاريان ديال الفخاره، كان هدا عليهم محمد الخميس هذاك التاريخ رحمه الله. نعم. سيدنا رحمه الله ونادوا باش يجمعوا الامين، باش يجمع واحد يجمع الامين واحد 40,000. لقيتها ديالك، لقيتي نفس الامين اللي تكلم عليه السي بوجمعة؟ قلت لها نفس الامين. نعم. نفس الامين البوداري. ايه البوداري هو اللي لقيتي. البوداري ياش؟ البوداري الحميدي. نعم. وكانوا هما اللي يزور الامين ديالهم هو الحاج المهدي، الحاج المهدي كنية ديالو في الموقف. ايه في الموقف الحاج المهدي كانت كنية ديالو اسمه بعدا احمد بلا شطرجي ما عندنا حاليا. كان الحاج المهدي مكلف موالي اليازور. نعم. وكان البوداري مكلف موالي الفخار. موالي الفخار هما اللي مكلف بهم البوداري اللي تيصنعوا في واش الفرق بين اليازور والفخار؟ هذاك تيضرب غير هكا يازور غير موالي اليازور تيضربو غير هكا في الركية، والفخار تيصنع بيديه تا هو هذاك تيصنع بيديه ولكن يدير ليه قالب، ولكن هذاك فخار تيلب تيغلبو تيبقى غادي معاه. ملي كان تعطاهم هذاك الكاريان كانوا قالوا بان يخلصوا، جاتهم شي 40,000 ريال لواحد في ديك التاريخ كثيره، بو هذاك الحاج ما يخلص عليهم ما جمعوا شي حاجه قليله ولا رد لهم فلوسهم ولا تنزع ذاك المعدن. بمعنى ما بقاش تما كاريان. ما بقاش كاريان، وكانوا هاد التراب اللي تيجي دروك هذيك الساعه حتى الثمانينات، حتى الثمانينات فاش خرج منين تيجي التراب تيجينا من امركيس فين كاين دابا امركيس. امركيس امركيس هذاك المجمع السكني. آه ومن تمايا وحتى سيدي عبد الله غياد كاين تما خطاطر وداك الشيء والماسي، من تما كان تيجي التراب اللي تيصلح الفخار، الفخار واليازور والقادوس. القادوس هو اللي كان اول حاجه تيجيبوا به الماء من المدينه قبل ما يكونوا الماكن ديال الماء. نعم. كان هذاك القادوس. هذا القوادس، هذا القوادس شحال الحجم ديالهم؟ كانت فيهم شي 30 سنتيم في الفم، وتتكون فيهم 50 سنتيم في الطول. هما نفس القوادس اللي ولات داروا بالسيما. هما اللي داروا دروك بالسيما دوك ديال 25 وكذا. أيه. ودروك هذوك القوادس حياوهم عندنا دروك تيخدموهم عندنا هنا في السعاده، تيصايبوهم للشيميني. باش نيت بالطين بالطين تيصايبو باللب. نعم. باقيين تيخدموا لدروك وتيخدموا لدوك الفرنش والى اخره الحمام. نعم. كان هذيك الساعة قلت لك هذاك التراب اللي تيجي تيجي هذاك التراب تيتخلط على ثلاثة الماركات، قال السي بوجمع ثلاثة الماركات، واحد تيشد في الآخر تيتخلط تيعطي واحد نكهة لذاك الفخار باش يتخلط سي حسن. التراب غير التراب مع خوه ونها تيتدق وتيفزق في الشريج تيبعد فيه، والصباح تيعاود يطلع واحد الخدام وتيحطو تينشف يخدمو بالرجل. اي تيتخدم بالرجل ملي تينشف، وعاود تاني تعجني بريد وتتعطي المعلم اللي تيدير في الليل. نعم. باش تعرف انت التراب اللي لايق ليك حيت تبي تمشي تشريه. انا مع طول المدة اللي دزت فيها والخبرة ولي تنشوف التراب تنعرف هذاك فيه السقوة بزاف، في ديك المادة تعدى عليك، واحد تيكون حرش، واحد تيكون غير السقوة اللي تكلمتي عليها. السقوة هو تيكون فيه واحد الماء ضارب بزاف، تيكون تدير لي ديك الكوطة وتيشد لك فيها تيتعلك، نقولوا فيه السقوة هذاك. أي شرب الماء؟ لا لا هو أصلا أصلا هو كدير. أصلا هو تيكون المعدن، إن التراب دابا تيكون معدن تيكون في الجبال، وداك الشيء ملي تتصب ديك الشتا كثيرة تيتجرف، داك التراب ملي تيتجرف تيمشي مع
الماء وتيكون شي حوض شي غديره كتبه ولا كذا وتيتجلس هذاك الماء يقلد فيه تيلصق ذاك الماء تمايا وتيشقف ملي تنجيو حنا تنهزو هذاك التراب تلقاوه يلا تراب كلهم مستي غير ديك النبغه بحال الديز بالغربه تسموها النبغه نبغه كتسمى النبغه هذيك وتدوز ملي تجي هذاك التراب تخدم فيه نتايا تلقى البياسه اللي بغيتيها تيعطيك كيف تخدمها نعم الا بغيتي تخدمها في اللولب اي في اللولب تخدم من البياسه تاع 30 سنتيم 40 سنتيم 20 سنتيم ولكن اليوم هذاك التراب تفقد ان كل عمر في الارض ولات فيرمات ما غاديش نمشي باقي تمشي تهزر شي واحد نعم ولينا تنتجهل هاد الويدان بحال الواد نفيس تيمشي ليه الكميوات خاصين تيمشيو يجيبو هذاك الواد نفيس تيجيبو من ذاك التراب او بحال تنسيفتي لا جي خير تخلصو عليه ولا تخلصو تنخلصو حنا الكميه الكميه تيجيبو كاين كميه دابا اللي تيجي تقريبا 45 الف فرنك نعم وكاين اللي تيجي صغير تيجي ب 5000 ريال ولكن ما تلقاوش فيه ديك الجوده اللي بغيتي ديال التراب ما تلقاش يجي مخلص بالحجار بالحجار ولازم ما فيهش ديك ما هو اصلو ما كاينش فيه ديك الصلب ديال الحديد ما عندهاش ديك القوه باش يجي من المعدن فين كاين دابا واحد شويه التراب ديال المعدن الا بغينا نخلطو تنجيبو داك ديال الوريكا تيحفرو من الجبل تنجي واحد بحال جبنه كما يوم تيكون صحيح حيت تخدم صحيح ولكن تيكون تيبغي الخدمة بزاف تيبغي تدوكو تفزكو بزاف وملي تتخلطو تيعطيك واحد السكوى تيندمج مع هذاك وتيعطي واحد السكوى تيولي تتجبد بها الفخار كيف بغيتي نعم قبل ما نتكلموا على يعني الطريقة ديال الاشتغال ديالكم على التراب لأنه التراب هو الساس عندكم في العمل نرجعوا شوية اللور تفخرت في مراكش سي بوجمعة قوبانة المحلات اللي كانوا ديال تفخرت ولا سي حسن شنشط يعني واحد 120 سنة اللور كي كانت تفخرت فين كانت قبل ما نتكلموا عليها في الوقيتة اللي شفتوها انتم مثلا في تبحيرت مثلا على سبيل المثال سي حسن قلت لي بانه شفتي في كتاب بانه تفخرت هذه كانت في اماكن معينة في مدينة مراكش مراكش كانت تفخرت في جامع الفنا فين كاين بنك المغرب والبوسطة نعم هادي تفخرت قبل ما يتدار بنك المغرب قبل التاريخ ديالها انا ما بقيتش عاقل على هذاك التاريخ اللي شفت ومن للارقية اللي هي الجامعة مولاي اليزيد كانت تما الجيارة نعم الجيارة تصيبوا الجيار وداك الشيء باش يلقاو موجود نعم واحد الوقت تحولات هذيك تفخرت من جامع الفنا ومشات لبن صالح قرات في التاريخ بن صالح فين بالضبط في بن صالح؟ بن صالح في بن صالح شتي سي بوجمعة شتي تفخر في بن صالح؟ لا 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 هذه فوق قدام الواحد 200 عام اللي تهضر عليها كثر اكثر كاع من 200 عام نعم واللي اكبر اكثر من 300 نعم ان في العهد فاش تهزات تفخرت من بن صالح تهزات مشات للمنارة المنارة بقاو خدامين في المنارة من بن صالح تهزات للمنارة نعم بقاو خدامين فيها جا واحد في هذاك العهد واحد الملك بغا يدير شريج ديال فين يتعلم العسكر تدريب ديال السباحة قال خص هاد الفخاري يحيدو من هنا عاود دخلوهم للمديرة نعم دخلوهم للمديرة دخلوهم تاني لتبحيرت نعم عندها قرون كثيرة نعم ملي دخلوهم لتبحيرت بقاو خدامين فيها كان السكان في تبحيرت لا هذيك الساعة أنا في العقل ديالي لقيت السكان ولقيت الناس أنا جيت زيت 52 أنا هادشي اللي تعاودوا الناس والكتب اللي عليها وماني في زيت 1952 وجيت ليها في 61 يلاه عندي تقريبا 9 سنين صحيح جيت في تفخرت لقيتها في تبحيرت لقيتها في تبحيرت باقية في تبحيرت ولكني مع الخروج ديالها لباب الدباغ نعم ملي خرجت لباب الدباغ علاش بالضبط مشات لباب الدباغ يعني شوف شنو هو حنت تفخرت عندها واحد سبحان الله سيدي ربي العظيم الا جينا عندها واحد الحكمة هي تديها تفخرت كاع تروق على شي بلاصة تقعد فيها ما فيهاش السكان ومن عند الله تخدم 4 سنين 5 سنين يولي وحدها السكان من عند الله تيتصنت عليها السكان نعم ملي تيولي السكان تيولي فيها الضيق
وتيولي حتى داك المشكل ديال التلوث ديال الفران تاع الفران تلوث البيئه وكذا وكذا تتولى المضره عند الناس تيوليو الناس شكايات وكذا وكذا تيولي تعاودو نقلوهم. نعم هذا هو فاش تنقلات الباب دابا غا سي بوجمعه غادي تكون انت كنتي ديك الساعه تمارس فاش تنقلات انت بحيره الباب دابا ضرب شويه عند الميكرو سي بوجمعه هذيك الوقت انا فاش تحولوا باغي خدمنا باش نمشي في تقشاش بيت. نعم قول لي درتي تقشاش بيت. ايه درت فاش تحولوا وقعدت واحد المده كيف قلت لك هذاك السيد سيدنا هو اللي بداني التفخرت التفخرت بقيت خدام معاه مشيتي لتبحيرت ولا باب دباغ؟ تبحيرت لتبحيرت تبحيرت على الساعة وعلاش خرجتو من تبحيرت ووليتو مشيتو لباب الدباغ؟ هو باش كل ما قال الناس تتشكى من التلوث ايه العافية هذا هو السبب باش تحولنا كاع ثاني باب الدباغ نعم هذا هو السبب اللي قال دابا الساعة ولات مشات للسعادة في طريق في طريق أكادير طريق أكادير غادي نرجع بكم للخدمة كيف تشتغلوا على هذاك التراب قبل ما نشوفوا المخرجات ديال الحرفة هذاك التراب تيجي مجموع واش تعاودوا تيتغربل هذاك التراب ما تيتغربلش كيف تخدموه نخليو السادة المستمعين يعرفوا هذوك المراحل مناش تيدوز هذيك المادة الأساسية اللي هي ديال التفخرت حتى في الأخر تنخرجوا تلقاو دروكا آلات موسيقية تلقاو كي قلتوا طوب ياجور قوادس وما شابه إيه. نعم سي حسن نعم سي هذاك التراب ملي تيجينا تيجينا غير طوب نعم طوب معناها طوبة فيها مثلا 10 كيلو 15 إلى آخره تنجيبوه تنهرسوه تنهرسوه بشي بسيطة ولا حنا تنخدمو بزاف بدوك الآلات تاعها مدير نعم وتنهرسوه وتنطلقوه في الشريج تنكبو عليه الما تيدوب شكون اللي تيصفيه بالغربال بحال دابا بغينا نخدمو بحال داك السيراميك ودوك المسائل الحاجة اللي نفيسة شوية كندوزوه من الغربال لأن هذا كيقولي زينين تنضربو فيه واحد الخدمة بزاف تنشدو ليه خدام ويدور في يضرب فيه واحد 3 ايام ولا 4 ايام وهي تيدور يصفو في الغربال باش نخدمو به بياسات اللي العنين في سين يكونوا يساويين الثمن اما الا بغينا نخدمو بحال القرموض بحال القرموض او الياجور هذاك ما تندوزوش من الغربال تنهرسوه تيدوب وتنخليوه تيطلع من داك الشريج تيطلش واحد اليومين حتى تيبس هذا غير التراب باقي ما دخلش بالماء 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 ملي تينج تندوبوه تيعاود يطلع من داك الشريج تيقعد ينش واحد اليومين تنضربوه بالرجل تنشطفوا عليه بداك الشيء التقليدي علاش هذاك الشتيف ديال الرجل انت هذاك الشتيف ديال الرجل السي انس ما عندناش شي بديل الا ما شفنا برجلينا الا جينا نخبطوا بشي عصا ولا شي حاجه تلصق الا جينا نديرو ماكن اللي كاينين دروك حاليا كاينين دروك حيت ربما نفس العمليه اللي تديرها مثلا الماكينه ديال عجنه الخبز ياك اي غير هذيك مفورسيه بزاف باش تطحن كاينين دابا ماكن اللي تطحنوا التراب وتيخرجوه معجون ويتعجن ومعجون ومبريسي تدفع عليها التراب هكا وهي تتمشي دايرينو بحال الماكن ديال هاد الياجور المجعوب وداك الشيء ولكن فين تتبقى هما هذوك الماكن يعني غاليين نعم ثمن غالي وملي تنكونوا هذوك الماكن غاليين وخصهم الفران ديالهم اللي فاش يطيب هذاك الفخار نعم يعني الفران تيخصو يكون فيه واحد حراره كبيره اللي 1200 دوغري راه ماشي سهله 1200 دوغري باش يكون واحد الفران والفران كاين اللي تيكون هاز 50000 60000 ديال اليازور ديال البياسات ديال البياسات 50000 60000 ديال اليازوره فيها حتى كاينه اللي فيها سنتيم ونص ديال الغلد جوج حتى ثلاثه وكاينه حتى 5 سنتيم في الغلد يعني باش تدخل لها واحد الحراره ولكن كنتو ديروا لهاد الحراره المرتفعه حتى تلقاوها هاد الحراره المرتفعه بوجود ب سميتو بالخبره ديالنا حنا اللي كنا معلمين تنحسبوا راسنا تنقولوا معلمين والله سبحانه تيقول لك وما اتيتم من العلم الا قليل ملي تنكونو خدامين متعلمين عند الناس كنشوفوهم كيفاش تيقطعو ديك النار شحال ديك النار كي تتولي
في ذاك الفران وهزو احمر شويه بدات تصفار بدات تبيض يعني تتبان لك الشقفه فيها ديك التريه عاطيها واحد النار تريه مزيان اش قلتي التريه؟ التريه هو الضو كثير مجهد ومقاد نعم تنحسبو الفران فهم نعم حتى تدخل ليه الصناعه هذيك السلعه فيه السلعه مسدوده السلعه تنسدو عليها كنسقفوها وتنسدو عليها اولا تتعمر وتتسدف عليها بياسه بياسه تتعمر داك الشيء تتسدف على حقيقته ويابس وتسد الباب ديال الفران وتضيق داك الباب التحتاني باش ما يطلعش معاه داك الريح عادي كانت بدا تربيها بشوي بشوي بعويد بعويد مده واحد ساعتين تقولوا هكا تربيها تربيوها كنا بحال تربي ولدي ان تيكون فيها باقي داك الماء بارد هذاك التراب تيبقى تيسخن بشوي 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 ترتفع فيه درجه الحراره من زهرة تتولي فيه 200 درجة 150 تال 200 درجة سخن 300 سخن تنعطيو العافية مجيدة تنكسيرو عليه في العافية تيبقى غادي تنضربو عليه هكا العافية ولكن بقياس تنضربو بحال واحد نص ساعة وتنبردو عليه تنعطيو واحد تقسمعين أو ما تبقى تزيد فيه والو تنزقاو عليه تطلع ديك النار الفوق تتسكف الفوق تتسبيرا ملي تتسبيرا هذيك النار ثاني تنعاودو نشوفو القنت اللي فيها النار بزاف والبلاصه اللي قليله هذيك البلاصه اللي فيها النار بزاف كنقبطو التراب تنخوضو تنردعوها تنقولو غصبها تنغطيو ديك النار باش تمشي تعاود تهرب للجهه الاخرى باش تعاود تقول لها تتغصبها تنغصبها تنقولو غصب الفران تتغطي لها هذا الفاس اللي فيه العافيه بزاف وتتهرب العافيه ثاني للجهه الاخرى تتبقى باش ما يحرق لكش واحد الجهه ايوا هذا كيبقى ما طيب تتجيب هذاك الشيء مقاد زيت ملي تتولي فيها النار شحال هذه العمليه ديال الطياب تتصغر وقت الوقت بحال دابا الفخار العادي دوكا حنا راه باقي ما مشيناش للسعاده حنا باقيين في تبحيرت ولا في باب الطباق بحال نعم بحال السعاده دوكا ولاو دايرين الفرن الكهربائيه هذيك الساعه الفران في الفخار العادي كاين اللي تيضرب 3 ساعات ونص كاين اللي تيضرب 4 ساعات في الطياب الفران كل ما حد الفران كبير هو تيزيد السوايع ما حد تيكون عالي تيكون غارق مثلا في 2 متر و 3 متر ديال العلو تيخصك تبدا تعطيه العافيه بالمهل وتترتع عليه باش ما يتحرك داك التحتاني وتتسنى تيضرب حتى 5 ساعات العافيه ودروكا كاين الفران اللي تيضرب ساعتين ساعه ونص مناش كاين اللي تيشير ليه بواحد القوه طف طف تيطير داك الفران ساعتين ونص وعلى عدد السنتيم المليمتر تاع التراب اللي هز داك الفخار الا كان غليظ بزاف تياكل العافيه بزاف كان رقيق تياكل العافيه نقصه نعم ولكن كل الفخار الا بغيتي تبدا داك الرقيق تيطيب اقل حاجه 900 دوغري 850 وتستطيعوا تجيبوا هاد 900 هذه اي كنجيبوها نعم يعني تيبقى بنادم تتعطيها الوقت كل عيان هذيك الساعه ملي تنكون حنايا تنطيب النهار اللي تيكون الفخار تيطيب الا جيتي قلتي لي السلام عليكم تقول لك السلام احنا طلع ما يدويش ما عنديش خدام يلا هذيك الخدام قابل وتيغوت وتيجري ما كنتوش ربما ما استطعتش ياكلها تيطيب الفلطه تما بالكبوت اي ملي تيكمل داك الشيء ياك كنسيبو جمعة تكون صغيره شويه قرب شويه عند الميكرو سيبو جمعة لانه الساعه خدمتي عليها خدم عليها الصناع قد تياجور ولا كادوس ولا كذا بمعنى هذاك الطياب اللي هو اهم شيء هذاك المعيك ديال الضريب ديال الرجل ديال الطين هو اللي باقي تيديروا الفخار دروك باقي ما دخلوش لشي ماك اللي تيدير لهم العجنه لا باقي غير رجل غير رجل غير رجل شحال ديال الوقت ديال خدمه الرجل تخدم العجنه حتى تقول صافي راه دروكا بغيت نقد بها القوالب هذا الشيء على حساب الطين اللي حتى تبغي تخدم به نعم على حساب ها بحال نقولوا بغيت 10 كيلو 20 كيلو ديال الطين 30 40 شحال تخدمات الرجل تخدم هذيك ايوا كاين يدير في هذيك نص ساعه نعم تيضربها ويجمع ويضرب ويعاود يجمع ويعاود يجمع ويضرب كاين اللي تضرب ثلاث نوبات كاين اللي تدير اربعه ولكن حتى في الشطات بغيتي عجن تجي ساهلة لا وانت كمعلم باش تعرف العجنة راه بارك عليها من الضريب ديال من الشتيف باينة تتقلب بها بصبعك تضعتي الطوع حتى تبغي تخدم ديك الساعة تكون عاطي الطوع ايه حتى تعجن عما سيتها سميتو تتنزل تتحط الطوبة في راس الدرب بحال هكا
ها عاد تيك الطوع تخدمها بيدي كيف بغيتي. اي تطفرها عرفتك الطوع دوك رخيص انت اللي بغيتي. الى يا جور عاد يكون القلب محطوط تتعمرو القوالب تتعمرو ما تضربش ليها في الفرز ديالو. ايه في الفرز هو تي اسمح لي ليازور ما تيتضرب ليه الطراب ديالو هي تيكون فاز قلت يخلطو هكا تيطبخو مزيان وكان تيجي تيبدا تعمر القلب وتيقول القلب صافي ماشي بحال الفخار. الفخار تيخصو يضرب ما حدك تضرب داك التراب وملي تتكون تضربو هو الهدف هو ملي تتكون تضرب داك التراب كاين الضربه اللي الاولى تتلقى عطاك الطوع تتعاود الثانيه تعطيك الطوع ملي تتولي تتشوف فيها منظرك تيبان لك داك التراب كله مقاد يعني طرا فيه واحد البريو تتمشي تتبغي تعجن تتلقى ساهل ملي تيكون هذاك التراب زين ومعجون هذاك الشيء ملي تتعطيها لذاك المعلم اللي يبغي يخدم في اللعب تتكون عنده الخدمه تنقول حنا نزاعها سهله تيخدم تيخدم البياسة اللي بغا. الا هذاك السيد ما كانش هذاك التراب صرب على حقيقته وما خامر وما عجناش هذاك المعلم اللي تما تعطي هذاك الطبيب بقى تيطلع فيها ومزيان لا يخرج ديالو. يفرشوا لي الحرير عمرو ما ينفق الشوم الحنان الباب اللي في بلادي عندي شكور عرفت اش تفرض وتحت فيها مهور بلادك هي بلاد زيد لمي تتهابتها ركز نور عين وزيد العين ورايتها خويا كلامي ليك عز خير مرابطها لا غلا واللي ما وراح فينا حاد من كاتب كتب وكتب وما فينا بطينا موعينا ودخلت بلادنا نسينا نرجعوا للاصل ونديروا شادو هما باقي الحال تقفنا في الزيت تما وعز الخير ما راسها وتقولها علي رايت فضل الاطفال شفنا اطفال ربي يخلينا بسلامته ويقدرنا عليها النموذج التراثي اعزائي المستمعين لمجموعه الفنائر عز الخيل مرابطها اللي معتمد على الاقوال الماثوره الاقوال السجليه المغربيه عز الخيل مرابطها. بهذا اعزائي المستمعين كنجيو لنهايه فقره حلقتنا لصبيحه هذا اليوم. غادي نتوقفوا الى سمحتي سي بوجمعه قبانه وسي حسن شنشط نتوقفوا عند هذا الحد على اساس ان شاء الله نسترسلوا في حديثنا على الطريقه ديال الاشتغال ديالكم على الطين كيف تتم في هذه الحرفه وهذه الحنطه ديال تفخرت في الحلقه الثانيه ان شاء الله في الاسبوع المقبل. وبهذا اعزائي المستمعين كنجيو لنهايه فقره حلقتنا لصبيحه هذا اليوم. شكرا موصول للزميل سي محمد منصور اللي كان معكم على مستوى القمطر الفني. هذا انس الملحوني من وراء الميكروفون في الاعداد والتقديم كيحييكم لكم مني كل الحب الى اللقاء.
القديمة حومة الرجال والنساء الخيار. الحومة القديمة حومة الناس الشعبيين البرار. هذه حومة اشتهرت بعلمائها، هذه حومة تكلموا عليها الفقهاء ديالها، وهذه حومة دع صيتها بالفنانين اللي برزوا فيها. الحومة القديمة ذكريات وعبر ومعاني مع أنس الملحوم. يا من